دكتور سحر إبراهيم رئيسة مبادرة عظيمات مصر. متعودين كل سنة كلنا بنيجي نوزع الكعكة على المصلين ونقول كل سنة وانتوا طيبين، وبنقولها لمصر كلها: مصر الأمان والسلام، مصر المحبة، مصر الأخوة، مصر الوحدة اللي عمرها ما هتتقطع ولا تتفتفت. كل سنة وانتوا طيبين. والله ما عملت كحك، ما عملتش مطبخيه، انت طيبه الله يخليك. وهم يوين كل حاجه.